انطلقت مساء أمس من العاصمة نواكشوط عملية توزيع المعدات واللوازم على كافة المكاتب الانتخابية بعموم التراب الوطني. تندرج هذه العملية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمن تهيئة الظروف المناسبة والإعداد الجيد للانتخابات المقررة فاتحة سبتمبر. شاحنات وباصات تتحرك باتجاه جميع ولايات الوطن عبر 6 خطوط ومحاور طرقية، وذلك لتزويد 4035 مكتبا انتخابيا على عموم التراب الوطني بالمعدات واللوازم اللوجستية التي تحتاجها هذه المكاتب يوم اقتراع فاتح سبتمبر المقبل خلال الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والمجالس الجهوية القادمة. المعدات واللوازم والمدرجات ضمن عملية التوزيع هذه التي تشرف عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تشمل بطاقات التصويت التي تتوفر على شروط الأمان وفق المعايير الدولية وصناديق الاقتراع والحبر اللاصقي والمحاضر وكذلك الستائر إلى غير ذلك من المعدات الانتخابية. احنا وارك في مرحلة بعث اللوازم الانتخابية اللي يطلبها الاختراع، كي يطرعوا الشاحنات اللي هم فيهم جميع اللوازم اللي يلا تتوفر يوم الاختراع، ومتوجهة لجميع الولايات جميع المكاتب التصويت داخل الولايات، وعلى 6 خطوط: خط ماشي قابل طريق العمل وعد نعمة، خط قابل طريق العمل لين ينفصل وعد تجانت، وخط وعد يمشي من القوارب وعد كي هيدي ماشي لسلي بابي، وخط ماشي مسوحل هي طفق جوجة إلى أطار والزويرات، وخط وعد نواذيب. جميع اللوازم اللي تستعمل يوم الاقتراع هي اللي هي موجودة في الشاحنات لديه. ترافق هذه السيارات المحملة بالمعدات الانتخابية فرق أمنية من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية مثل الدراكي والحرسي والشرطة وأمن الطرق، حيث سترافق هذه الفرق المعدات الانتخابية حتى تصل إلى المقرات الجهوية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بجميع ولايات الوطن. شهدت ولاية نواكشوط الشمالية عدة أنشطة انتخابية لعدد من الأحزاب المشاركة في استحقاقات الفاتح سبتمبر، وشملت هذه الأنشطة لقاءات تحسيسية وأمسيات انتخابية ومهرجانات. حزب التحالف الوطني الديمقراطي نظم في مقاطعة دار النعيم أمسية سياسية بحضور رئيس الحزب وقادته والعديد من مناضليه، وخلال هذه الأمسية عبرت المداخلات عن محورية البرنامج الانتخابي لحزب التحالف الوطني الديمقراطي باعتباره يمتلك مشروعا اجتماعيا صمم لخدمة المواطن الموريتاني الذي هو حشر الزاوية بالنسبة للحزب، فيما طالبت مداخلات أخرى بأهمية انشغال نشطاء الحزب حاليا بتوعية الناخبين على طريقة سليمة للتصويت ليتمكنوا في يوم الاقتراع من إنشاح لوائح الحزب التي تقدم بها للانتخابات التشريعية والبلدية والنيابية، باعتبار ذلك خطوة مهمة في سبيل إرساء تقدم وازدهار موريتانيا التي اختار الحزب أن يرشح خيار أبنائها في لوائح هذا الحزب، لأنهم لن يدخرون أي جهد لإسعاد السكان على المستوى المحلي والشهوي والوطني. حزب التحالف الشعبي التقدمي نظم في مقاطعتي تيارت ودار النعيم أمسيتين انتخابيتين بحضور العديد من قادة الحزب ومناضليه، ولوهت المداخلات بسمو البرنامج الانتخابي للحزب الذي يبتعد عن الرؤى الضيقة القبلية والشهوية والعنصرية وينفتح على المواطن الموريتاني في كل مكان، منوهة بوطنية رئيس الحزب المشهودة. كما دعت المداخلات إلى العمل الجاد والمتقن لضمان إيصال خطاب الحزب لكل بيت موريتاني وتعريف السكان بالطريقة المثلى للتصويت لحزب تحالف الشعب التقدمي الذي يعتبر من أعرق الأحزاب الموريتانية وفق تعبيرهم. وأبرزت المداخلات مواقف الحزب ورؤيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لضمان نماء البلاد وازدهارها، مؤكدة أن خيارات الحزب تعكس التنوع الموريتاني وتضمن قدرة أصحابها على خدمة المواطن الموريتاني.
وفي مقاطعة دار النعيم دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مختلف مناضليه وأنصاره لهذا المهرجان الانتخابي بحضور العديد من أطر الحزب وقادته، ودعت المداخلات خلال هذا المهرجان إلى ضرورة إنجاح مختلف لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مبرزة جو الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد، منوهة بعديد الإنجازات التي عرفتها البلاد خلال العشرية الأخيرة في مجالات البنى التحتية والصحة والتعليم وإرساء الأمن الذي يشكل محور التنمية الأساسي. كما حيت المداخلات نجاح موريتانيا في المجال الدبلوماسي، وذلك من خلال تنظيمها لعدد من القمم الهامة ومشاركتها الفاعلة في كل القمم الإقليمية والدولية، لتؤكد بعد ذلك أن التصويت بكثرة للوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في استحقاقات الأول والخامس عشر سبتمبر 2018 هو الضمان الأوحد لمواصلة مسار البناء والإصلاح. إلى ولاية نواكشوط الغربية، حيث نظمت بعض الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية عدة سهرات انتخابية لكسب مزيد من الناخبين قبل يوم الاقتراع. في مقاطعة تفرق زينة بولاية نواكشوط الغربية، نظم حزب الرفاه سهرة انتخابية دعائية جمعت قيادات الحزب ومرشحيه. السهرة كانت فرصة لرئيس الحزب أوضح خلالها سياسة ومبادئ حزبه الرامية إلى تعزيز الديمقراطية ودعم الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإعداد مشروع وبرنامج تنموي شامل في جميع المجالات ومساعدة الفئات المحتاجة، مؤكد دعم وتمسك حزبه بخيارات رئيس الجمهورية والعمل على صيانة المكتسبات التي تحققت في البلاد، داعيا مناضلي الحزب إلى التصويت بكثافة لصالح لوائح حزبه في اقتراع فاتح سبتمبر المقبل. كما استعرض مرشحو الحزب برامجهم الانتخابية المتعلقة بترقية الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية ودعم الشباب والرياضة، مشددين على أهمية تكثيف العمل السياسي حول دورة التصويت لصالح مرشحي الحزب في الاستحقاقات المقبلة. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو الآخر نظم مهرجانا انتخابيا بحضور طاقم المنسقية الجهوية للحملة وجمع من مناصري الحزب على مستوى مقاطعة تفرغ زينة. هذا المهرجان شكل مناسبة لطاقم الحملة ومرشحي الحزب، تعرضوا خلالها المشروع التنموي للحزب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، مطالبين سكان المقاطعة بالتصويت لصالح مرشحي الحزب. وفي مقاطعة الإقصر نظم أيضا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مهرجانا انتخابيا أشاد خلاله طاقم منسقية الحملة الجهوية والمقاطعية بحجم الحضور لهذا المهرجان الذي يترجم حسب تعبيرهم تمسك ساكنة المقاطعة بالمشروع التنموي لرئيس الجمهورية الهادف إلى بناء موريتانيا مزدهرة. كما طالب مرشحو الحزب مناصريه بتكثيف حملة التعبئة والتحسيس حول الآليات المطلوبة للتصويت للوائح الحزب والتصويت بكثافة يوم الاقتراع المقبل. وبذات المقاطعة نظم الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية مهرجانا انتخابيا أوضح خلاله رئيس الحزب تقدم حزبه بلوائح في مختلف الدوائر الانتخابية البلدية والنيابية والجهوية، مستعرضا أمام مناضلي الحزب أبرز مضامين البرنامج الانتخابي لحزبه، داعين الجميع إلى التصويت لشعار الحزب الذي قال بأنه سيرحل بموريتانيا إلى آفاق أرحب من التقدم والنماء والتطور وفق تعبيره، مثمنا الإنجازات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة خاصة على مستوى الأمن والبنى التحتية وتحسين الخدمات. مرشحو الحزب أجمعوا خلال مداخلاتهم على ضرورة تعبئة الناخبين على آلية التصويت التي وصفوها بالمعقدة، داعين الجميع إلى التصويت لمشروع حزبهم وبرنامجه يوم اقتراع فاتح سبتمبر المقبل، وذلك من أجل مزيد من التطور والعيش الرغيد للمواطن الموريتاني. كما نظم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمقاطعة الإقصر أمسية انتخابية حضرها عدد من مرشحي الحزب في بعض الدوائر الانتخابية، إضافة إلى جمع من مناضلي الحزب بهذه المقاطعة. وخلال هذا الاجتماع دعا رئيس الحزب أنصار الحزب إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني وتوجيه الناخبين والمناضلين إلى التصويت بكثرة للوائح الحزب. كما استعرض رئيس الحزب خلال هذه الأمسية الانتخابية الخطوط العريضة لمبادئ وسياسة حزبه والمتعلقة بتحقيق تنمية شاملة في
البلاد وخدمة مصلحة الوطن والمواطن ودعم اللحمة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع. أما مرشحو الحزب على مستوى المقاطعة فقد استعرضوا في مداخلاتهم نماذج من الأهداف التي يطمح الحزب لتحقيقها كإصلاح المنشآت الصحية والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، مشددين على الدعوة إلى التصويت بشكل مكثف على اللوائح التي تقدم بها الحزب. وفي مقاطعة تفرق زينة دائما نظم حزب السلام والتقدم الديمقراطي سهرة انتخابية، وذلك بحضور قيادات الحزب ومرشحي في عدد من الدوائر الانتخابية. خلال هذه السهرة استعرض رئيس الحزب أهداف ومبادئ حزبه الرامية إلى نشر قيم السلام وترسيخ ثقافة الديمقراطية والعمل على تقدم البلاد وازدهارها وتقوية اللحمة والوحدة الوطنية. كما أوضح رئيس الحزب أن الحزب يمتلك من خلال برنامجه المقدم للشعب الموريتاني مشروعا وطنيا متكاملا الرؤى والأهداف ومتحد الطرح يسعى إلى خلق تنمية شاملة في البلاد. مرشحو الحزب أجمعوا في مداخلاتهم على أهمية البرنامج الانتخابي لحزبهم، داعين الجميع إلى التصويت لهذا البرنامج وإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، مثمنين الإنجازات التي تحققت في البلاد خلال العشرية الأخيرة، وهي الإنجازات التي دعوا إلى صيانتها وتعزيزها عبر تصويتهم للوائح الحزب. أما حزب المؤتمر الموريتاني فقد نظم أيضا أمسية انتخابية دعائية جمعت عددا من مناضليه ومناضلاته. خصصت هذه السهرة للتأكيد من جديد على أهمية تكاتف جهود القواعد الحزبية لتنظيم حملة تحسيسية لشرح الآليات المطلوبة للتصويت للوائح الحزب في الاقتراع القادم، تفاديا للأخطاء المحتملة بسبب كثرة اللوائح المترشحة في هذه الاستحقاقات. وتخلت الأمسية مداخلات من بعض مناضلي الحزب انصبت في مجملها حول ضرورة التمسك بالإنجازات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وشملت عدة مجالات تنموية كالصحة والتعليم والنهضة العمرانية. كما دعوا خلالها أصدر الحزب إلى وحدة ورص الصفوف لتحقيق أكبر نسبة مشاركة في الاستحقاقات المقبلة والتصويت لصالح مرشحي الحزب، باعتبار ذلك يشكل دعما للنهج التنموي الذي تعيشه البلاد. وعلى مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية عقدت عدة أحزاب سياسية مهرجانات في مقاطعتي عرفات والميناء خصصت لشرح أهداف الأحزاب المتنافسة. مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية تدعى إليها أنصار ومؤيد حزب العمل والمساواة لحضور هذه الأمسية الانتخابية. منصر الحزب رفع الصور المكبرة لمرشحيهم لنيل المقاعد البلدية والتشريعية، منوهين بنزاهتهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن. رئيس الحزب ألقى كلمة حية في الحضور الذي أظهر تعلقه بمبادئ وأهداف الحزب الرامية إلى تعزيز المواطنة ورقي البلاد نحو الأحسن. أما المرشح لنيل مقعد النيابيات عن طريق الحزب فقد أكد في كلمته أنه يسعى إلى تمثيلهم أحسن تمثيل في قبة البرلمان ويوصل مشاكلهم إلى من يهمهم الأمر وبكل مسؤولية وحياد. كما تتالت بعد ذلك مداخلات من قبل مرشح الحزب في الدوائر الانتخابية تعهدوا فيها بتحقيق الرفاهية للمواطنين والقرب منهم. كما تضمنت فقرات هذه الأمسية وصلات موسيقية دعت للتصويت لصالح مرشح حزب العمل والمساواة. وفي مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية دائما نظم حزب البناء والتقدم هذه الأمسية الانتخابية ضمن أنشطته الدعائية الممهدة لاقتراع الأول والخامس عشر سبتمبر 2018. رئيس حزب البناء والتقدم ألقى كلمة رحب فيها بالحضور من منتسبي ومرشحي الحزب، مستعرضا برنامجه الانتخابي الهادف إلى تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلاد، مبينا أنه شارك في الحوار الذي نظم مؤخرا من أجل نقاش القضايا الوطنية بجدية. بدورهم عبر مرشح الحزب على مستوى النيابيات والجهويات عن شكرهم للمنظمين لهذه الأمسية التي أظهرت بوضوح تعلق الساكنة بأهداف ومبادئ الحزب.
من جانبه أكد المرشح لنيل مقعد بلدية عرفات أنه يسعى إلى تحسين واقع البلدية من خلال استحداث مشاريع تنموية لصالح سكانها. وفي مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية نظم حزب التحالف الشعبي التقدمي هذه الأمسية الانتخابية التي تدخل في إطار أنشطته الدعائية الممهدة لاقتراع الأول والخامس عشر سبتمبر 2018. مناصر الحزب ومؤيدوه استمعوا إلى وصلات موسيقية وأناشيد تدعو إلى ضرورة التصويت لصالحه يوم الاقتراع، منبهين إلى أن برنامج الحزب يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والجهوية. ورفع الحضور لافتات تنوه بمرشح الحزب ونزاهتهم في تسيير الشأن العام وقدرتهم على تحمل المسؤولية بصدق وإخلاص. كما تطرقت فعاليات هذه الأمسية إلى شرح أهداف حزب التحالف الشعبي التقدمي المتمثلة في تطوير البنى التحتية خاصة المتعلقة منها بإنشاء الموانئ وتحديدها خدمة للتنمية الاقتصادية في البلد. وفي مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية دائما عقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مهرجانا انتخابيا، وحضر هذا المهرجان المنسق الجهوي لحملة الحزب على مستوى الولاية رفقة طاقم الحملة. المنسق ألقى كلمة رحب فيها بالحضور الذي أظهر تعلقه بنهج الإصلاح والتنمية. من جانبهم طاقم الحملة ومرشح الحزب في المقاطعة أشادوا في مداخلاتهم بتنظيم هذا المهرجان مطالبين بتجسيد هذا الحضور يوم الاقتراع. وفي مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية ترأس المنسق الجهوي لحملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى الولاية مهرجانين منفصلين. المنسق حي الحضور في المهرجانين على هذا التواجد المكثف الذي يدل على تعلقهم بأهداف الحزب. بدورهم طاقم الحملة ومرشح الحزب على مستوى المقاطعة ثمنوا في مداخلاتهم تنظيم هذا المهرجان وحثوا الناخبين على التصويت لصالح برنامج حزب الاتحاد. إلى ولايتنا الداخلية حيث شهدت مقاطعة مرج والنعمة بولاية الأحواض الشرقي تنظيم لقاءات وسهرات دعائية لحث الناخبين على التصويت للوائح الأحزاب المتنافسة يوم الاقتراع. تداعى لهذا الاجتماع الموسع الذي نظمته منسقية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مقاطعة أمرج الطواقم المشرفة على الحملة الانتخابية لبحث الآليات الكفيلة بتكثيف وتنسيق الجهود لضمان كسب رهان التنافس الانتخابي في مدينة أمرج. منسق حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى ولاية الحوض الشرقي شدد على أن خيارات الحزب هي الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا على ضرورة تماسك الحزب والتفاف جميع مناضليه لدعم كل لوائح الحزب في هذه الاستحقاقات. وتمحورت مداخلات الفاعلين السياسيين في مقاطعة أمرج حول ضرورة تكثيف الجهود ونبذ الخلافات لتعبئة الناخبين حول طريقة التصويت يوم الاقتراع. وأكدت هذه المداخلات أن هذه الاستحقاقات تشكل نقطة مفصلية في المنسق الجهوي لحملة الاتحاد على مستوى. وفي مدينة النعمة نظم حزب الفطيلة الذي يتنافس على المجلس الجهوي لولاية الحوض الشرقي والمجلس البلدي لمدينة النعمة سحرة انتخابية جدد فيه قادة ومرشحوه رؤية الحزب لمختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، مؤكدين تشبثهم بخيارات أحزاب الأغلبية. واستعرضت المداخلات خلال هذه الأمسية أبرز ملامح برنامج الانتخابي الذي يرتكز على الحفاظ على القيم والأخلاق الحميدة لديننا الحنيف وتماسك كافة مكونات الشعب الموريتاني وصيانة المكتسبات التي تحققت في البلاد خلال العشرية الأخيرة. كما أبرزت المداخلات أن برنامج الحزب في مدينة النعمة يضع ضمن أولوياته تطوير البنى التحتية للمدينة وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية وإعداد مخطط عمراني عصري لأحياء المدينة. في ولاية الحوض الغربي نظم أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات بمدينة العيون سهرة انتخابية دعا خلالها الناخبين إلى التصويت لبرامج مرشحيه في استحقاقات سبتمبر المقبل. حشد جماهيري في سهرة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية أحيتها فرق موسيقية محلية.
وشكلت منصة لمخاطبة الناخبين من طرف تنسيقية حملة الحزب على مستوى ولاية الحوض الغربي وعلى مستوى مقاطعة العيون. الخطاب تركز على الحث بقوة من أجل تفويج الناخبين يوم الاقتراع فاتح سبتمبر باتجاه مكاتب التصويت لانتخاب مرشحي حزب الاتحاد على مستوى المجالس الجهوية والنيابية والبلدية. وتعهد مرشح الحزب بالعمل على تحقيق تطلعات وطموحات الناخبين سواء من خلال قبة البرلمان لسن القوانين التي تخدم شأن العام أو من خلال المجالس الجهوية وما تمثله من فضاء يقضي على البيروقراطية ويمهد للا مركزية ناجعة، أو من خلال المجالس البلدية التي سيعمل منتخب الحزب على استغلالها لتنمية القرى والمدن والبلدات التي سوف تشكل تنميتها هدفا أساسيا بحسب مرشح الحزب. ونتحول إلى مقاطعة بومديد بولاية العصابة، حيث نظمت بعض الأحزاب السياسية تظاهرات دعائية لاستعراض برامج مرشحيها في المقاطعة والحث على التصويت لهم. تظاهرة انتخابية بمقاطعة بومديد نظمها حزب المستقبل في إطار الحملة الممهدة لاقتراع فاتح سبتمبر المقبل. مرشح الحزب حثوا سكان المقاطعة على ضرورة التصويت لصالحهم من أجل الفوز في الاستحقاقات النيابية والجهوية والبلدية. واستعرض المرشحون البرامج الانتخابية للحزب متعهدين بتسوية ما أمكن من المشاكل المطروحة لسكان هذه المقاطعة وتوفير مشاريع زراعية لهم ومساعدات للفقراء في المنطقة، وذلك للحد من معاناتهم، إضافة إلى بنية تحتية صحية وتزويدها بمختلف التجهيزات الطبية. وأبرز المرشحون رغبتهم في تحقيق تغيير إيجابي عبر صناديق الاقتراع يتم خلاله اختيار الأصلح لتحقيق تنمية متوازنة أساسها العدل والمساواة، مع الدفع بكافة فئات المجتمع إلى الواجهة. حزب اتحاد قوى التقدم نظم بمقاطعة بومديد تجمعا تحسيسيا ضمن الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع فاتح سبتمبر القادم. واستعرض مرشح الحزب على مستوى المقاطعة البرامج الانتخابية التي يسعون إلى تحقيقها للساكنة المحلية في حال فوزهم في الانتخابات. وأضاف المتداخلون أن الحزب يجعل من المساواة والعدالة الاجتماعية ونشر قيام الإخاء مرتكزات أساسية لهم، متعهدين بحل مشاكل المقاطعة وفقا لبرنامج طموح يشمل كل مناحي الحياة من أجل النهوض بالواقع التنموي بمقاطعة بومديد. وأضاف المتدخلون أنه على مناصر الحزب التكثيف من حملات التحسيس لتشمل الجميع حتى يضمن بذلك فوز جميع لوائح الحزب المتنافسة في هذه المقاطعة، مبرزين مواقف حزبهم من العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية داعين للتصويت لهم يوم الاقتراع. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نظم تجمعا انتخابيا بمقاطعة بومديد، وذلك بهدف استقطاب الناخبين للتصويت لمرشحيهم في الاقتراع القادم. منسق حملة الحزب ومرشحوه أكدوا أن التصويت لمرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو وفاء للإنجازات الكبرى التي تحققت في العقد الأخير، وأنه تكملة لهذا النهج ينبغي التصويت لمرشح الحزب. وأكدت المداخلات أن المرشحين يسعون إلى تحقيق أهداف مهمة أبرزها خدمة ساكنة بومديد وبذل الجهود من أجل تطوير الخدمات في هذه المقاطعة الهامة. وأبرزت المداخلات الطرق الصحيحة لعملية التصويت خلال الاقتراع القادم، شاكرين الشباب المقاطعة الذي ساهم في إنجاح عملية التحسيس. وعبرت المداخلات عن الثقة المطلقة في مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في هذه المقاطعة بفضل تمسك ساكنتها الدائم بالخيارات الوطنية. إلى ولاية غرغل، حيث نظم أحد الأحزاب السياسية في مقاطعة كيهيدي أمسيتين انتخابيتين منفصلتين في المكان والزمان تدخلان في إطار الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع فاتح سبتمبر. حي مدرن في كيهيدي كان على موعد مع منسقية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حيث نظمت هذه الأخيرة مهرجانا دعائيا شكل فرصة للمنسق الجهوي لحملة الحزب في غرغل. شكر خلالها كل الفاعلين والسياسيين والوجهاء الذين جاءوا من مقاطعات منقل مقام ونبود ومن المقاطعة المركزية كيهيدي وبلدياتها لاستقبال رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية، وحرص الجميع على تثمين الإنجازات التي تحققت على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو ما يعكس بشكل جلي تمسك سكان ولاية غرغل بخيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وجدد المنسق الجهوي المطالبة بتكثيف الدعاية والتعبئة من أجل التصويت بكثرة على لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، داعيا أنصار الحزب إلى توسيع دائرة التأطير لعملية التصويت لأنها عملية لخمس انتخابات في آن واحد وتستدعي الكثير من الانتباه لتأدية الواجب الانتخابي بالشكل المطلوب. شهدت بلدية بوغ بولاية البراكنة مساء أمس أنشطة دعائية لبعض الأحزاب السياسية المتنافسة على تولي الشأن البلدي والنيابي والجهوي في هذه المقاطعة. في مقاطعة بوغ نظم حزب الصواب تجمعا انتخابيا تحت الشعار التوزيع العادل لثروتنا ضمان الانسجام المجتمع. التظاهرة الانتخابية التي نظمها الحزب ضمن فعاليات حملته هنا في البراكنة تأتي لشرح برنامجه الانتخابي وما يتضمنه من وعود للإصلاح ودعم الشباب وإشراك الجميع في عملية بناء المستقبل. مرشح الحزب قدموا أمام الساكنة في مقاطعة بوغ برامجهم الانتخابية معبرين عن استعدادهم لتطبيقها في حال فوزهم بهذه الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية، مؤكدين أن حزب الصواب يضع محاور ضمن السياسة منها تطوير التنمية المحلية ودراسة المشاكل التي تواجه التجمعات القروية في جميع البلديات وتقديم حلول لها في برنامج موحد على حد وصفهم. وفي نهاية هذه السهرة الانتخابية دعا المتدخلون السكان في مقاطعة بوغ للتصويت بنعم لصالح خيارات حزب الصواب في هذه الانتخابات. من أجل حضور فاعل للمرأة في الشأن السياسي واللوائح الوطنية، شعار اختاره حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لتنظيم مهرجان انتخابي ببلدية بوغ في ولاية البراكنة. المهرجان شكل مناسبة لمنسقية الحملة على مستوى بوغ لدعوة الناخبين إلى التصويت بكثرة لصالح خيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكتسبات في مختلف الميادين ومواصلة العمل لدعم التنمية المحلية. مرشح الحزب في هذه المقاطعة قدموا شكرهم للسكان مؤكدين استعدادهم للانخراط في عمليات التحسيس والتعبئة داخل المدينة والمناطق التابعة لها بهدف حث الناخبين على التصويت لخيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي قدمها في هذه الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية. المهرجان الانتخابي تخللته عروض مسرحية تبين بالشرح طريقة التصويت بنعم لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. نظمت ثلاثة أحزاب سياسية بمدينة روسا أنشطة دعائية تحدثت فيها عن برامجها الانتخابية ودعت فيها الناخبين إلى اختيار مرشحها لاستحقاقات الفاتح من سبتمبر. في إطار حملته بولاية ترارزا عقد حزب الوئام الديمقراطي مهرجانا شعبيا بمدينة روسو بحضور العديد من مناضلي الحزب ومناصريه وبإشراف من حملته الوطنية. المهرجان كان فرصة لرئيس حزب الوئام الديمقراطي أكد فيها أن مرشحي الحزب تم اختيارهم على أساس الكفاءة والمسؤولية وعلى الجميع انتخابهم دون انتقائية في اللوائح المقدمة. وأكد رئيس حزب الوئام الديمقراطي أن تنوع حضور مهرجان الحزب بروسو يعكس بجلاء مدى التلاحم والتآخي بين ساكنة روسو، مؤكدا أن حزبه لن يقبل بتفريق الشعب الموريتاني وسيظل أداة فاعلة لتحقيق المزيد من التلاحم بين كافة مكونات الشعب الموريتاني. مداخلات طواقم الحملة الانتخابية لحزب الوئام تطرقت إلى أهمية إنجاح الحزب في الانتخابات القادمة. حزب الرفاه اختار الكيلومتر 9 لتنظيم سهرة ضمت مناضليه من ساكنة إحدى الضواحي بمدينة روسو وخصصت للحديث عن برنامج الحزب لبلدية روسو. وأكد المترشح لمقعد بلدية روسو أن بقاء ضواحي المدينة القريبة من شبكة المياه والكهرباء دون هذه الخدمات أمرا غير مقبول، مشيرا إلى أن حزبه وضمن برنامجه الانتخابي سيعمل على تزويد هذه الضواحي بخدمات المياه والكهرباء. مداخلات أعضاء حملة حزب الرفاه تطرقت إلى برنامج الحزب وكفاءة من اختارهم لتولي المناصب الانتخابية لهذه الاستحقاقات، مطالبين ساكنة الكيلومتر 9 بالتصويت بكثرة للوائح الحزب بغية تحقيق تطلعاتهم التنموية. حزب الوحدة والتنمية نظم هو الآخر سهرة دعائية بقرية كرمور التابعة لمقاطعة روسو خصصت لتحسيس المناضلين ببرنامج الحزب الهادف إلى نيل ثقة الناخبين.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء الانتخابي على أهمية دعم لوائح الحزب باعتبار ذلك شرطا لتحقيق الكثير من الإنجازات التي يتطلع إليها ساكنة هذه القرى. وأكد القائمون على حملة الحزب أن الرغبة في خدمة سكان مقاطعة روسو وبلدياتها حتم على الحزب الترشح لاستحقاقات الفاتح من سبتمبر القادم بغية التحسين من خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب. حزب الوحدة والتنمية وخلال هذا اللقاء شدد على أهمية الانضباط الحزب وعدم اختيار لائحة من لوائح الحزب دون الأخرى، مشيرا في هذا الصدد أن المجالس الجهوية ستكون دعما لجهود التنمية. إلى ولاية أدرار وتحديدا مدينتي شنقيط وودان، حيث نظمت بعض الأحزاب السياسية سهرات انتخابية كرست لتعبئة المواطنين ومحاولة إقناعهم بالبرامج الانتخابية. كما عرفت مدينة أطار عاصمة الولاية حراكا دعائيا لمختلف التشكيلات السياسية. في سهرة انتخابية تعددت فقراتها وتحدث فيها المشرفون على الحملة بالولاية والمرشحون بالمقاطعة، تجمهر سكان مدينة شنقيط من مناصري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. هنا كانت الكلمات داعية إلى الإقبال بكثافة يوم الاقتراع والتصويت للوائح الحزب. وأكد الصاعدون على منبر الخطابة على ما يعده الحزب في برنامجه الانتخابي من روافع تنموية شاملة تطال مختلف الميادين. في المدينة التاريخية الأخرى كان الودانيون على موعد مع لجان الحزب والمرشحين المحليين لتنطلق السهرة الانتخابية وترتفع فيها الأصوات منادية بدعم مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وتخللت هذه التظاهرة الدعائية تعبيرات تحسيسية أخرى من قبيل المديح والغناء والتلويح بصور المرشحين على لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وفي مدينة ودان كذلك مضى حزب التحالف الشعبي التقدمي يخطب ود الجماهير في مقره بالمدينة وينظم نشاطه التحسيسي بالمناسبة. هنا كانت الخطابات معبرة عما يحمله الحزب من برنامج انتخابي لبلدية ودان، ويؤكد المتحدثون على قدرتهم على تشخيص واقع السكان والبحث عن حلول لمجمل المشاكل، ويعتبرون أن مدينة ودان حين تختار حزب التحالف الشعبي التقدمي ستشق طريقها إلى النماء والازدهار وتدشن عهدا جديدا قوامه الحرية والعمل لجميع المواطنين بتكافؤ ومساواة. ودعا المتحدثون كذلك أنصارهم إلى مضاعفة جهود التحسيس ببرنامج الحزب لكسب مزيد من الأنصار والحصول على ثقة المواطنين في مدينة ودان. وهكذا يكون حزب التحالف الشعبي التقدمي قد أخذ موقعه في السباق الانتخابي للفوز بعمدة بلدية هذه المدينة التاريخية. في مدينة أطار نظم حزب التحالف الوطني الديمقراطي سهرة انتخابية حضرها المرشحون على لائحته لبلدية أطار وبحضور جمهور من المواطنين وسط فقرات إنعاشية. تحدث مرشح الحزب وأكدوا أنهم قادرون على قيادة مشروع الإصلاح على مستوى بلدية أطار، وأن التصويت لبرنامجهم يعني اختيار نهج التطوير والتنمية. ودعا النساء والشباب على وجه الخصوص بالوقوف مناصرة وتصويتا للائحة الحزب باعتبارها القادرة على تشخيص واقع الشباب والعمل بجدية على توفير العمل وإنجاز المشاريع، معبرين عن ثقتهم الكاملة في ناخب أطار وفي حاجة المدينة الملحة إلى برنامج إنمائي يقضي على كافة المشاكل. وتأتي هذه التظاهرة التحسيسية ضمن أنشطة الحملة التي ينظمها حزب التحالف الوطني الديمقراطي في سباقه الانتخابي للفوز بعمدة بلدية أطار عاصمة ولاية أدرار. وفي عاصمتنا الاقتصادية قامت 4 تشكيلات سياسية أمسيات دعائية لصالح التعبئة للوائح المترشحة لاقتراع فاتح سبتمبر، ودعوا ساكنة واديب للتصويت لمرشحيهم للنيابيات والبلديات والشهويات. نظم حزب المستقبل مهرجانا شعبيا في الساحة الحنفية 6 بمدينة واديب. وخلال هذه التظاهرة أكد رئيس حزب المستقبل على أهمية الانتخابات الحالية في تمكين الحزب من التعبير عن مشروعه المجتمعي المتعلق بتحسين وترقية الحقوق المدنية والاجتماعية للفئات الهشة والضعيفة داخل موريتانيا.
وأبرزت مداخلات مرشحي الحزب على المستوى الوطني والجهوي ضرورة الوعي باللحظة التاريخية التي تعني رفع المطالب الاجتماعية والحقوقية لصالح تنمية البلاد، وتحدثوا عما اعتبروه عدم توزيع عادل للثروة بين شرائح المجتمع على حد تعبيرهم، ودعوا ساكنة وذيبوا إلى التصويت لصالح لوائح الحزب المترشحة على المستوى الوطني والجهوي. التجمع السياسي شكل فرصة للتعريف بمرشح الحزب على مستوى لوائح الواذيب البلدية والنيابية والجهوية فضلا عن اللوائح على المستوى الوطني. حزب الكرامة اختار تنظيم مهرجانه هذه المرة من حي مدريد جنوب مدينة واذيب للتعبئة لصالح لوائح المترشحة للمقاعد النيابية الأربع وبلدية واذيب. وتطرق مرشح حزب الكرامة لمنصب العمدة والمقعد النيابي لبرنامجه لصالح إصلاح المدينة وتقريب كافة الخدمات البلدية من المواطنين، واستعرض التحديات التي يعرفها المواطنون في غياب أبسط الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية على حد تعبيره، وأكد أن نجاح المرفق البلدي في أداء مهامه هو نجاح لتنمية الوطن بشكل عام. مداخلات بعد ذلك أجمعت على ضرورة التصويت للوائح حزب الكرامة على مستوى المقاعد النيابية وبلدية واذيب. وخلال هذه التظاهرة السياسية قدمت انعاشات تحث على كيفية التصويت من أجل أداء الواجب الانتخابي. من أجل التعبئة للوائحه على مستوى المقاعد النيابية الأربع وبلدية واذيب والمجلس الجهوي، يواصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أنشطته الدعائية داخل عدة أحياء في المدينة العمالية. وهكذا عقد الحزب مهرجانين، أحدهما في حي فم الباز والثاني في الحنفية الخامسة. وأكد منسق الحزب على المستوى الجهوي ومرشحوه على ضرورة التصويت على لوائحه من أجل مواصلة مسيرة البناء والتعمير. وفي نشاط ذي صلة أقام حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى مركز بلنوار الإداري التابع لمقاطعة واذيب نشاطا تحسيسيا، وركزت المداخلات على التعريف ما تم تحقيقه لصالح تنمية هذا المركز الإداري إن على مستوى البنية التحتية أو فك العزلة أو دعم التعاونيات أو دعم الأنشطة المدرة للدخل. ودعوا ساكنة بولنوار إلى التصويت لصالح لوائح الحزب على مستوى المقاعد النيابية الأربع والمجلس الجهوي وبلدية بولنوار. حزب الكتل الديمقراطية حكم نظم أمسية سياسية في مقره بالحنفية السادسة. التظاهرة السياسية كانت فرصة للتعريف بالحزب ومرشحيه على مستوى مدينة واذيب في البلديات والنيابيات. واستعرض مرشح الحزب لمنصب عمدة مدينة واذيب والمقعد النيابي برنامج الحزب الذي يسعى إلى إقامة موريتانيا متصالحة مع ذاتها ويجد فيها الفرد كرامته وحقوقه المدنية والسياسية. وتحدث عن ضرورة الوعي بإسماع الصوت قوة التغيير بالبلد من أجل منح المواطن حقه بالتنمية الشاملة، وقال إن حزبه دفع بأبناء المدينة للترشح حرصا منهم على مصلحة ساكنة المدينة وتطوير وترقية عاصمة البلاد الاقتصادية. ودعا ساكنة واذيب للتصويت لصالح لوائح حزب حكم على المستوى الجهوي والوطني في هذا الاستحقاقي الوطني الهام. وسط جمع من أنصاره أقام حزب الغد نشاطا سياسيا في مقره بوسط مدينة واذيب خصصه للتعبئة لصالح لوائح المترشحة للمقاعد النيابية ولائحة المجلس البلدي لمدينة واذيب. واستعرض مرشح حزب الغد لمنصب عمدة مدينة واذيب محددات برنامج حزبه في مجال تغيير واقع خدمات البلدية لتكون في صالح التنمية، وتحدث عن واقع الخدمات التي تمس مصالح الساكنة والتي تتطلب تغييرا جذريا في أن تكون المدينة عصرية وجذابة على حد تعبيره. مداخلات بعد ذلك أكدت أهمية المشاركة في العملية السياسية الحالية لضمان الوصول إلى قبة البرلمان وإسماع صوت المدينة من خلال التصويت لحزب الغد. المتدخلون دعوا إلى التصويت لصالح لوائح حزب الغد تأدية للواجب الوطني. وفي ولاية تقانت نظم أحد الأحزاب السياسية بمقاطعة تشكجان نشاطا انتخابيا طالب فيه قادة الحزب مناضليه بتكثيف نشاطاتهم الدعائية لكسب مزيد من الناخبين. هنا المجرية حيث
حلت منسقية حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ضيفة على هذه المقاطعة للالتقاء بمناضلي هذا الحزب لتعبئتهم حول ضرورة المشاركة بكثرة في الانتخابات والتصويت لمرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محليا ووطنيا. مباشرة بعد وصولها المقاطعة ترأست البعثة مهرجانا دعائيا تحدثت خلاله منسقة الحملة عن برنامج حزبها المتضمن عنوان لبارزين صيانة المكتسبات التي تحققت في ظل تصدر حزبها للمشهد السياسي في البلاد من منشآت وبنى تحتية وغيرها والعمل على إنجاز المزيد تمشيا مع الخطط التنموية التي رسمتها السلطات العليا في البلاد. باقي أعضاء الوفد حث المناضلين على ضرورة المحافظة على تصدر المشهد السياسي من خلال التصويت بكثرة لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كي تتواصل مسيرة البناء والتنمية على حد تعبيرهم. نتجه إلى ولاية قيديماقة حيث شهدت مدينة سيريبابي ليلة البارحة في إطار الحملة الانتخابية تنظيم مهرجانين انتخابيين قدم خلالهما مرشح الحزبين السياسيين برامجهما الانتخابية. يومية الحملة الانتخابية في سيريبابي شهدت مهرجانا نظمه حزب الفضيلة في حي محطة النقل العمومية، وكان هذا المهرجان مناسبة لرئيس الحزب ذكر خلالها مناضليه بالأهداف والمبادئ التي تأسس من أجلها حزب الفضيلة، وهي الأهداف التي قال إنها تجعل الاهتمام بالشأن العام أولوية في جميع البرامج التي تقدم بها مرشح الفضيلة لخوض المعركة الانتخابية الحالية. مداخلة الحاضرين تطرقت لأهمية الدعم المباشر لهذه المبادئ التي قالوا إنها تستمد قواعدها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود في هذه الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاق فاتح سبتمبر، وذلك دعما ومناصرة لمرشحي حزب الفضيلة لمقاعد البرلمان المقبل ومنافسة على البلديات والمجالس الجهوية. وفي حي الإعدادية بمدينة سيليبابي دائما نظم حزب التحالف الشعبي التقدمي مهرجانا دعائيا خصص للتحسيس والتعبئة حول التصويت لصالح مرشحي حزب التحالف الشعبي التقدمي في الاستحقاقات الوشيكة. وخلال هذا المهرجان أكد المتدخلون أن هذه السانحة فرصة للحديث عن حصيلة ما أسموها إنجازات ملموسة تحققت في العديد من القرى الريفية والمدن الحضرية التي كانت تسيرها في أيادي منتخبين فازوا من حزب التحالف الشعبي التقدمي في الانتخابات الماضية، مؤكدين على أن استمرارية العمل الميداني الذي تحدثوا عنه تتطلب من مناضلي الحزب إعادة الثقة في منتخبيهم من جديد ودعمهم معنويا بالتصويت يوم الاقتراع حتى الفوز في انتخابات سبتمبر 2018. إلى ولاية تير الزمور حيث نظمت ثلاثة أحزاب سياسية سهرات ومهرجانات دعائية لكسب ود الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالح برامج الأحزاب المذكورة. أطلقت اللائحة الانتخابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية المشاركة في الاستحقاقات البلدية والنيابية والجهوية على مستوى ولاية تير الزمور مساء أمس مهرجانها الدعاء التحسيسي والتعبوي الأول بالمنصة الرئيسية بمدينة زولات. جرت فعاليات المهرجان الانتخابي بحضور رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية وأعضاء من الحملة الوطنية للحزب وكذا أعضاء الحملة الجهوية ولوائح الحزب المترشحة. تميز المهرجان الخطابي بكلمة لرئيس الحزب وصف خلالها سكان ولاية تير الزمور بالشجاعة وقوة الإرادة والنبل وأنهم يستحقون الاحترام والأمانة والعيش الكريم. وأكد رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أن البرامج الطموحة والواقعية التي يقدمها الحزب كفيلة بإيجاد حلول شاملة ودائمة لما تعيشه مدينة الزولات من مشاكل على حد قوله، هذا بالإضافة إلى اختيار كوكبة من الأطول الممتازة من أبناء المدينة التي تم ترشيحها على مستوى لوائح الحزب. وضمن أنشطتها التحسيسية والتعبوية الممهدة لاستحقاقات الأول من سبتمبر البلدية والنيابية والجهوية، نظمت اللائحة المشتركة لأحزاب المستقبل وحركة التأسيس واتحاد قوى التقدم أمسية انتخابية بحي دميس بمدينة الزوالات ليلة البارحة، وذلك لتعبئة وتحسيس منتسبي ومناصري الأحزاب المشاركة.
وانصبت مداخلات أعضاء حملة اللائحة المترشحة على تقديم مختلف جوانب البرنامج الانتخابي وتبيان ما يقدمه من حلول لمشاكل المدينة ومكافحة ظاهرة البطالة ودعم الفئات الأقل حظا. ومن بين أهم النقاط المثارة خلال السهرة الانتخابية التحسيسية والتعبوية للائحة المشتركة لأحزاب المستقبل وحركة التأسيس واتحاد قوى التقدم مجالات توفير المياه الصالحة للشرب بمختلف أحياء المدينة، خاصة الأحياء النائية منها، إعادة تأهيل البنى التحتية للمدينة وتوسعتها، توسيع التغطية الصحية وذلك من خلال بناء مستشفى جهوي متكامل. ومن أنشطة لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المترشحة للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية على مستوى ولاية الزمور هذه الأمسية التحسيسية والتعبوية الخاصة بشرح وتبسيط مختلف مراحل عملية الاقتراع والتعامل الأمثل مع صناديق التصويت. ولتبيان وتبسيط العملية الانتخابية ككل اتبعت إدارة حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عديد الطرق والأساليب المبسطة كالإسكتشات والتمثيليات الحوارية بمختلف اللغات الوطنية، ويتم ذلك عن طريق إعادة تمثيل مشاهد توضح وتبسط عملية الاقتراع بدءا بدخول مكتب التصويت ومرورا بسحب البطاقات وانتهاءا بالفرص والتصويت. كما شملت عملية شرح وتبسيط وتغريب أذهان جمهور لائحة الاتحاد من أجل الجمهورية من أجواء يوم الاقتراع، شملت توضيحا لألوان لوائح الحزب وترتيبها على اللوائح الانتخابية الوطنية. تعددت الأنشطة الدعائية على مستوى مقاطعتي يكجوجة وبن الشاب بولاية شريح، حيث نظمت سهرات ومهرجانات دعائية دعا فيها المرشحون أنصارهم للتصويت لصالحهم. دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني تصاعدت وتيرة التنافس المحموم بين مختلف الفرقاء السياسيين في ولاية إنشيري، وما إن جن الليل حتى بدأت السهرات الدعائية والمهرجانات الليلية. هنا يدعو حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم أنصاره إلى هذه السهرة الانتخابية، حيث قدم مرشح الحزب خلالها برامجهم التي استهلوها بجعل إصلاح التعليم وتطوير الخدمات الصحية أولوية في البرنامج الانتخابي، ودعوا أنصارهم إلى إيصال مرشحيهم إلى قبة البرلمان من أجل نقل وطرح مشاكل الساكنة والبحث عن موارد جديدة تسهم في تنمية المدينة. ودعا قادة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم جماهير جوجة إلى فرض ما أسموه التغيير البناء الذي يجعل من خدمة المواطن أولوية ومن تعزيز وتطوير البنية التحتية هدفا أساسيا. حزب الكرامة والعمل بدوره أطل على أنصاره في مدينة جوجة من خلال هذه السهرة الدعائية الرقي بالمرأة والاهتمام بتشغيل الشباب ودعم القدرة الشرائية للساكنة، مفاهيم تعهد المترشحون بالسعي لتحقيقها حال فوزهم، فضلا عن تعزيز حقوق العمال وتعميم خدمات التأمين الصحي وحل مشكل العمال في كبريات الشرائك. حزب الكرامة والعمل الذي ينافس على مستوى النيابيات والمجلس البلدي طالب مرشحوه ساكنة إنشيري بالانحياز لخيارات حزبهم. وأضاف المرشحون أن حزب الكرامة والعمل يتعهد بتطوير أداء المجلس البلدي وتكريس سياسة مرتنة الوظائف، فضلا عن تطوير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم. وفي مقاطعة بن شام دعا حزب الاتحاد الجمهورية أنصاره إلى التصويت للوائح الحزب على المستوى الوطني، وأكد المجلس البلدي والجهوي والنيابيات. وقال مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن اختيار لوائح الحزب ضمان لتعزيز اللامركزية وتطوير البنية التحتية في مقاطعة بن شاب الوليدة. وتعهد مرشح المجلس الجهوي والبلدي بالعمل على تشييد حزام أخضر لمواجهة التصحر وزحف الرمال في بن شاب، وأكد البحث عن مصادر تموين تؤمن ربط المقاطعة بشبكة طرقية تصلها بعاصمة الولاية جوجة ومنطقة حيشرات بغية استفادة المدينة من المنفذ البحري الوحيد.